سلام سلام لي زامي حبابي حباباتي، واش راكم لاباس بخير؟ نتمنى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم كالعاده معايا على قناتي سامية شو. اليوم كما راكم تشوفوا رانا في سلسله من سلاسل حيل التجميل. ايه حيل التجميل، الحيله تاع نهار اليوم على بالي راح تعجب بزاف بنات، سيغتو لي عندهم مشكل مع لي بوماد في الزيوت تاع الشعر ولا تاع لي بو تاع الوجه. كاين بزاف اللي تقول لك انا يا جربت خلطت قدام بوماد في وجهي ما ساعدتنيش، جربت خلطت قدام زيوت في شعري ما لقيتش اللي تخرج عليا. هنايا يا البنات، هنايا يا مدام، راني جبت لك الحل بربي ان شاء الله ومضمون ومجرب 100%. انا شخصيا هادو المواد راني مجربتهم وتعمدتهم حوالي درك 6 سنين ولا اكثر وانا بيهم، وفادوني بزاف وما بدلت وما خلطت حتى مارك قاعده بهم، وبربي ان شاء الله نبقى بهم حتى للاخر. عندنا هنايا بلا ما نطولوا ندخلوا طول المفيد. هنا كما راكم تشوفوا نروحوا للشعر، ما كاش منا اللي ما يشتي الشعر ويكون رطب، ويعني يقول لك نصف جمال المراه شعرها. هنا اول حاجه نبداو بها، نبداو بالجزء الاول. عندك هنا الشعر، كاين بزاف اللي تقول لك انا شعري حرش، شعري ناشف، شعري تكسر، سيرتو صحاب اللي مديري اللي ماش كيما انا، تقول لك جربت بزاف وشعري تكسر، سيرتو كي نجبد شعري ديما مكسر ما لقيت حتى حاجه نفعتني. هنايا راني جبت لك الحل، عندك هذا سيروم واسمو اندريا دوتي تاع الكيراتين، روعه روعه. هذا فيه انواع بزاف بزاف، كاين تصحاب لي ماش، كاين تصحاب كما نقولوا لي صبغوا شعرهم، كاين اللي شعرهم ناشفين، كاين اللي شعرها مزيت، هي كاينه اللي شعرها مزيت ما صابغه ما والو، ودايري لها سيروم سبيسيال ليها، وفيه لوانات بزاف. وكي تروحي للحانوت تاع الكوزميتيك اكي هزي القرعه من اللورا وقراي، تلقاي كل وحده والنوعيه تاعها راهو علامه. انا شخصيا ما نستغناش عليه، وساهل ماهل كي تدوشي وتخلصي شعرك راوي هزي روزي في يديك، فشفشي شويه وحكي حكي الفروه تاع راسك مليح، وتلقيها ميم با دو مينوت وبداي مشطي سبحان الله في دقيقه، ما تعبي روحك ما والو، في دقيقه يهبط يتمشط شعرك. عندك هذا الثاني، هذا زيت هو مكمل للسيروم الاول، هادو تقدري تستعمليه. انا يا ديجا نستعملهم مع بعضهم. هذا الثاني هذا زيت، هذا شو الفايده تاعو؟ هذا يرطب الشعره ويردها تبريي، ثم تقدري ديريه بلا ما تجبدي شعرك، روعه يعني ننصحك تجربي، وماش غالي ب 20 برك والاخر ب 40 برك. عندك هنايا هذا ما كاينش اللي ما يعرفش فينيس غوماج، هذا تاع الوجه. انا هنا كل يوم الصباح كي نخلص الميناج تاعي تاع الدار نحط طبقه خفيفه على وجهي ونديرها، هذا بالطين الخضراء، هذا روعه علامه. تحطيه واحد الدرجين ربع ساعه ماكسيموم كساو تحكمي تخسلي الوجه، يصفي الوجه، ينحي القشره اللي ميته، ينحي القشره اللي ميته وينحي هذيك الكحوليه تاع الشيلي تاع النهار كامل. هادو الزوج هادو اللي ما يخطيونيش انا، ولو كان يخطيوني نهبل. عندك هادي لا بوماد، هادي كلين اند كليير، هادي تاع فرنسا، هادي غاليه شويه، هادي دير ب 70000، رائعه خاليه من الزيوت، كما نقولوها تفتح البشره تاعك وتردها، الاهم من هذا تردها تاع فرنسا، ها كما تشوفوا هنا العلامه تاع فرنسا، لابو تاعك تردها كي تلقمامط. كاينه هذه تاع لي الوجه ناشف، وكاينه تاع صحاب اللي وجههم زيتين، هذه انا شخصيا نستعملها ملي تدخل الشتاء حتى للربيع. كي تخرج الربيع نبدا بهذه سولاي، هذه اي تاع الماريكان، هذه دير ب 45، فهذه ثاني علامه أروعة أروعة، ميم كي تحطيها مش بيضاء جاية في الباج كلاغ، أروعة وتبري الوجه وما يزيدش رايعة. هادي أنا نحطها من الربيع من وراء كلين أند كليير، كي تخلص الربيع نبدأ نحط هادي، ما تخطيش الصيف كامل. شوفوا يا البنات كيفاه كي نحطها في يدي تبين خلاص باللي حطيتيها، جايه شغل لا كريم تاعها جايه شغل في الباج، والاهم من هذا تبريي.
علامه روعه هذه تصيبيها في كوسميتيك وشوه راهي نادره مقطوعه قليل ما تلقيها. انا دي فوا نشري بالزوج بالثلاثه ونخبيها سيرتو في الصيف، انا وجهي حساس تحكم فيا الصيف اللي تحكم فيا الشمس كما قولوها، ما نقدرش نستغنى عنهم. هادو الزوج ننصحكم بهم، هادو تاع الوجه. نروحوا الحاجة الثالثه وهذه هذا زيت تاع البرونزاج، هذا روعه يترشق. شوفوا مجربته انا ليا للزوج تاعي لولادي، راهي اللي تحب تبرونزي والبرونزاج تاعها ما يطول. شوفوا ما يكحل، ما مدقيسك الشمس. شوفي منين بداتك تروحي للبحر اول حاجه تبدايها حطيه وديريه، ميم با سمانه يروح لك، ميم لا كولور تاعها يجي شغل في الشوكولا كلير. روعه روعه روعه، يعني اللي عينها تشري مواد التجميل تشري هذا الزوج تاع الشعر والاخرين تاع الوجه، وما تزيديش تحوسي خلاص على وجهك وما تزيديش تحوسي خلاص على شعرك. انا بصراحه جربتهم وما نستغناش عليهم. وهنا نتمنى تكون عجبتكم الوصف اللي عجب، نتمنى يكون عجبتكم الحيله تاع نهار اليوم وعجبكم هادو لي بوماد اللي كنستعملهم انا، ونصحكم تجربوهم. وعلى بالي باللي راحين يعجبوكم وتردوا لي في التعليقات وتقولوا لي باللي جربناهم وعجبونا بزاف بزاف. هادو كيما نقولوها غير مكلفين، هادو كامل كي تشريهم مع بعضهم ما يديباسيوش 400. هذا الزيت عالمه تاني كامل كامل ملاح، انا ما استغناش عليهم وما مجربوهم جميع اللي نصحتهم صحاباتي، راهم الدرق مازالوا بهم. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو تاعنا، وان شاء الله تعجبكم السلسله من سلاسل حي التجميل. وما تنساوش تعلقوا لي في قناتي بالضغط على زر الاشتراك وعلى الجرس، وفي الملتقى ان شاء الله مع حيلة من حيل التجميل مع سامية شو. سلام.